لو حضرتك بلو تيم او ريد تيم لازم تسمع الفيديو ده. من كام يوم كده المطورين اعلنوا عن نسخة جديدة من الكالي لينكس، واللي هي الكالي بيربل. النسخة دي حرفيا قوية جدا ومخصصة للناس المهتمة بمجال السايبر سيكيورتي، خصوصا الريد تيم او البلو تيم الاتنين مع بعض. هتقدر تعمل منها اتاك، وتقدر تعمل منها ديفنس، وتقدر تعمل منها سكاننج واناليسز، وفيها تولز جديدة قوية جدا. وطبعا ده اصدار مختلف تماما عن الكالي لينكس اللي احنا شغالين عليه اللي احنا عارفينه. لا ده اصدار مختلف تماما، والمطورين عملوا فيه ديزاين مختلف عن الديزاين بتاع الكالي لينكس الاساسي، حتى الخلفيات والتصميم والادوات كل ده اتغير. فالنهارده في الفيديو ده هنعمل ريفيو بسيط كده للتوزيع بتاعه كالي بيربل، وفي نفس الوقت برضو ازاي نحملها ونثبتها ونتعرف على التولز الجديده اللي نزلت فيها. يلا بينا نبدا على طول. هنروح على البراوزر بتاعنا او المتصفح بتاعنا، وندخل على kali.org الويب سايت الرسمي. بعد كده هنلاقي طبعا في اعلانات بقى للنسخه الجديده. هنلاقي ان كالي لينكس 2023 ريليز كالي بيربل، اسمه كالي بيربل. طيب تمام، في تغييرات خاصه بالبايثون، في اضافات كتيره جدا زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا نبص بصه سريعه كده، هتلاقي هنا انا بقول لك من ضمن التغييرات في النسخه دي، طبعا اخر نسخه كانوا نزلناها كانوا في 2022 السنه اللي فاتت، دلوقتي نزلوا هنا اضافات جديده. ايه هي الاضافات الجديده؟ بيقول لك هنا كالي از نوت اونلي اوفنس، اللي هو مش هيكون هجوم بس، ده هيكون كمان للديفنس. طبعا النسخه دي اللي هي الكالي بيربل، طبعا الكالي لينكس الطبيعي بنستخدمه في الاتاك دايما، يعني اللي هو الريد تيم عموما. فده كده النسخه دي يعتبر مخصصه للبلو تيم والريد تيم، يعني للهجوم وللدفاع، فاهم قصدي؟ في تغييرات خاصه بالبايثون، وفي كمان سيمز، وفي اضافات جديده، والديسك توب ابديت، عملوا ابديت للواجهه الرسوميه، وتغييرات وتفاصيل كتير كتيرة جدا. تعديلات في الكيرنل الخاصة بالنواة اللي هي بتاعت لينكس، عملوا فيها تغييرات. بعد كده نيو تولز، ده اللي يهمنا، ادوات جديدة، ادوات بتساعدك. بقول لك كالعادة دائما ادوات جديدة اضافوها في التوزيعة دي. طيب انا متحمس عشان نجرب التوزيعة دي، حتى نلاقي ان الكالرز بتاعتها والديزاين بتاعها بصراحة جميل جدا، يعني انا متحمس ان انا اجربها. للعلم بس انا لسه هثبتها معاكم مباشر، يعني انا ما حبيتش ان انا اجربها قبل ما انزل لكم فيديو. المهم خلينا نكمل دلوقتي هنا. طبعا هنقعد ندور بقى، هتلاقي هنا حاجات كتيرة جدا، تفاصيل كتيرة جدا. بقول لك هنا على الاضافات ارقايم والسايبر شيف، وفي تولز كتيرة خاصة بالفانرابيلتي سكاننج، فحص الثغرات الامنيه، سكيورتي انفورميشن، وحاجات تانية خاصه بادوات الهجوم، ادوات تانية خاصه بالاناليسز او التحليل، ادوات تانية خاصه بالريسبونس. طيب في تفاصيل كتيره جدا، حاجات خاصه مثلا بالنتورك ترافيك اناليسز تول، تول دي جديده خاصه بالنتورك اناليسز، بتحلل الترافيك بتاع الشبكه. بعد كده في تولز تانية خاصه بكشف الثغرات، ودي برضو نفس الوظيفه ولكن بطريقه مختلفه، بتستخدم في حالات معينه. تمام. طيب عندنا برضو تاني الديفنسيف تول، الادوات الخاصه بالدفاع، هتلاقي هنا دوكيومنتيشن خاص بيها. طيب لو حضرتك بقى مهتم بالتفاصيل دي والكلام ده كله، اقدر ان انت تشوف الاضافات والتغييرات اللي حصلت دي كلها. تمام. طب عايزين نحمل، طبعا لو حضرتك جيت تحملها هتروح على هنا داونلود، بمجرد ما تدوس داونلود هيوجهك للصفحه اللي هي دي. تمام. طيب هنستنى لحد ما يحمل عشان الانترنت عندي سريع جدا. طيب بعد كده هنلاقي بقى ان انا في كذا اوبشن، لو حضرتك عايز تحمل الكالي العادي، احنا على الويب سايت الرسمي اللي بتحمل منه الكالي لينكس الطبيعي. تمام. طيب ممكن تنزل انستولر ايمج، او ممكن تنزله للانظمه الافتراضيه الفيرتشوال بوكس والفيرتشوال ماشين، مالكش دعوه بالكلام ده كله، انزل تحت خالص. ممكن ينزل برضو للموبايل، سواء الكالي هانتر او الكالي لينكس، الحاجات دي ان شاء الله نتكلم عليها بعدين، الاي ار ام كلاود مثلا، بلا بلا، مالناش دعوه بالكلام ده كله. تمام. تعالوا ننزل تحت خالص، هنا هنلاقي هنا النسخ، سواء مثلا تنزلها 32 او 64، مالناش دعوه بده كله، برضو انزل تحت خالص، ده كده كله خاص بالكالي لينكس. احنا هنا عايزين نوصل للكالي بيربل النسخه الجديده. طيب هنلاقي اصدارين اثنين، 64 و64، بس ده ويكلي وده الكالي بيربل، ده كده يعتبر النسخه ريكومندد او المفضله، الافضل ان حضرتك تنزلها وتجربها لاول مره. النسخه دي طبعا مش هنستخدمها. طيب دلوقتي هنعمل داونلود، هندوس على السهم ده هتنزل معاك. خد بالك انا نزلتها، ده 3 جيجا وشويه يا معلم، يعني 3.5 جيجا بايت. طبعا الانترنت عندي سريع جدا، فحملتها قبل الفيديو ده مصوره بساعتين يعني. تمام. طيب نزلنا النسخه، تعالى بقى نروح على الفولدر اللي حملنا فيه النسخه اللي هي دي. طيب هنبدا نفتح الفيرتشوال بوكس عشان نثبت النسخه بتاعتنا على نظام افتراضي. هندوس على نيو، بعد كده هنسميه مثلا
كلي مثلا بيرب مثلا بالشكل كده. طيب دلوقتي مثلا البارتيشن او المكان اللي هنسيب النسخه فيه، ماشي مفيش مشكله، النسخه هتكون لينكس اوراكل 64، هنسميها مثلا لينكس 64 اللي هي دي، هنعمل نيكست. بعد كده بقول لك حدد رام، هنخلي الرام مثلا 2048 اللي هو 2 جيجا، تمام ماشي. كرييت هنا، بعد كده كرييت تاني، مش هنعلم على اي اختيارات يا شباب، كرييت نيكست نيكست تمام. السايز او المساحه اللي انت عايز تخصصها ليه قد ايه؟ اعتقد حوالي 10 جيجا هتبقى كويس، بس انا بحب ان انا ادي مساحه اضافيه، يعني كده كده هي ما بتستخدمش مع الهارد المساحه دي غير لما حضرتك تبدا تكري الداتا فعليا يعني. والرام نفس النظام برضو، لما بتكون فاتح النسخه بيستهلك من الرام، غير كده لا تمام. طيب دلوقتي كده هندوس كليك يمين سيتنج، بعد كده هنروح نحط الايمج بتاعتنا. بعد ما دوسنا كليك يمين المفروض ان هو يفتح النافذه، مش عارف فتحهاش ليه ليه، اهي فتحت معايا. طيب هنروح على الاستورجي، المفروض هنا هنيجي على دي كده، احنا عندنا هنا امبت هنا، فهنبدا نيجي هنا كده وندوس على السهم ده، بعد كده هنختار الديسك فايل، هنروح على الداونلودز، بعد كده هنحدد الكالي لينكس بتاعنا، هندوس على اوبن كده، احنا ضفناه هنا الانستولر، هنبدا ان احنا ندوس اوكي، هندوس على لانش او اقلاع او ستارت. طبعا المفروض يبدا معايا واجهه للتثبيت خاصه بالكالي، كل عندنا بس ان احنا نستنى شويه. طيب هنستنى شويه لحد ما يحمل، هنخرج من الاشعار ده كده، هنخرج منه خالص، هندوس على العلامه دي كده. طيب هنستنى شويه لحد ما يخلص. خد بالك بقى هنا بيقول لك كالي لينكس جرافيكال انستول ولا انستول ولا ادفانسد اوبشن ولا ماشي جرافيكال انستول، اول واحده هندوس على انتر على جرافيكال انستول، هو ما دس على انتر. طيب دوسنا انتر، المفروض كنا ان هو هيعمل ريبوت، بعد كده يبدا ان هو يحدد النسخه اللي انا حددتها اللي هي الايمج، ويبدا ان هو يثبت نسخه كامله متكامله اللي هي الجرافيكال انستول تمام. هنا جات لي نافذه سيلكت لانجوج، اختار اللغه، طبعا ما ينفعش تختار اللغه العربيه اكيد يعني. طيب هندوس على كونتينيو، بعد كده امريكا اوكي يونايتد ستيت تمام، بعد كده هنعمل امريكان انجلش، بعد كده كونتينيو اوكي اوكي تمام. الكلام ده كله عارفينه عموما، هي اي توزيع على لينكس او اي نسخه بتثبتها بنفس الاوبشنز دي او الستيبس دي. بخصوص بقى الريد تيم والبلو تيم، طبعا حضرتك انا عملت فيديو 35 دقيقه اتكلمت فيه عن البلو تيم والريد تيم والسايبر سيكيورتي والوايت هات والبلاك هات والجري هات والتفاصيل دي كلها، فلو حضرتك ما سمعتش الفيديو ده صدقني في حاجات كتيره جدا هتبقى ضايعه منك، فارجع اسمع الفيديو افهم الدنيا فيها ايه، بعد كده تقدر تستخدم اي توزيع لينكس، يعني مش شرط الكالي. خد بالك هي دي نسخه لينكس عاديه مبنيه على اساس الكالي بس مطوره او متقدمه شويه، او فيها يعني حاجات اضافيه اتعدلت فيها، ففي الاساس هي نسخه لينكس عاديه. فلو انت دارس مثلا اللينكس شيل سكريبت، وده اللي انا انصحك بيه كبدايه ليك في المجال ده، هتقدر تتعامل مع اي توزيع، يعني نفس الخطوات اللي انا كنت مطبقها زمان في الاوبنتو في الكالي لينكس والكالي ده، النسخه دي هي نفس الخطوات اللي انا بطبقها دلوقتي، فاهم؟ مفيش جديد. طيب بيعمل هنا ديتكت للنتورك هاردوير، بيشوف المكونات الماديه بتاعه الجهاز بتاعي بيدعم النتورك ولا لا، كارت الشبكه والكلام ده، هو اوتوماتيك هيعمل كونفيجريشن للنتورك او هيعمل كده توافق على الجهاز. طيب كالي خليه كالي مفيش اي مشكله، نيكست. بعد كده بيقول لي الدومين نخليه على سبيل المثال v7x، بعد كده هنبدا نعمل كونتينيو، هنا هيعمل كونفيجريشن للنتورك، فول نيم هنا هنسميها مثلا v7x او مثلا ماشي كونتينيو كونتينيو، بعد كده الباسورد بتاعنا 1234، طبعا باسورد سهل جدا يعني، بس ماشي احنا بنتست 1 2 3 4، بعد كده هنعمل كونتينيو اوكي مفيش مشكله. بعد كده بقول لك هنا ايه ده، بعد كده بقول لك اظبط الساعه والتوقيت، سيبها زي ما هي بلا بلا، مالناش دعوه بالكلام ده كله، احنا اللي يهمنا كله التوزيع تتثبت معانا والنت شغال بس كده، الحاجات التانيه دي كلها مش هتهمنا. احنا هنعمل دلوقتي ايه تاني، جايدد اوكي ماشي مش هنعمل فيها اي حاجه، ده تقسيمه البارتيشن او الهارد اللي انا اخترته اللي هو الفيرتشوال درايف. طيب هنبدا ان احنا ندوس على كونتينيو كونتينيو، بعد كده ما بتعملش حاجه غير كونتينيو انت فاهم. طيب كونتينيو مفيش مشكله، هو عمل اصلا البارتيشن، هنا هندوس على يس، خد بالك ده الاختيار الوحيد اللي هتعلم عليه. طيب بعد كده كونتينيو اوكي يا شباب، جالي الاختيار ده بروتكت وديتكت، الحاجات اللي هي خاصه بالتوزيع الاضافات الجديده، هنسيب كل حاجه زي ما هي، هنعمل كونتينيو. بعد كده هنبدا ان احنا نكمل الكونتينيو، هنا بيقول لي انستول ذا جراب بوت لودر، هبدا ان انا ادوس على يس، بعد كده كونتينيو، بعد كده هختار المسار اللي هو مديهولي ده، بعد كده هبدا ان انا ادوس على كونتينيو، المفروض ان هو كده خلاص بينهي مرحله التثبيت. هنا بيقول لي انستليشن كومبليت مش عارف ايه كده، ماشي كونتينيو. طيب تمام المفروض كده خلص بقى وهيشتغل معايا يعني.
طيب فهنبدأ إن احنا نجرب مع بعض دلوقتي الكالي بيعمل ريبوتنج عشان يعمل لانش أو بوت للسيستم الجديد اللي هو الكالي. طيب يا جماعة الخير، كده الكالي اتثبت أخيرا بعد حوالي ساعة يعني، فما علينا. طيب هدوس على فيو، بعد كده هختار سكيلد مود اللي هي دي كده، بعد كده هدوس على سويتش، المفروض ان هو اكبر لي الشاشه خالص بالشكل ده كده بحيث ان انا اكبر حجم الشاشه يعني. طيب هنا المفروض بيعمل ريبوت، ان هو بيبدا بس يشتغل لاول مره. هنستنى شويه وهنسيبه، هنديله شويه وقت لحد ما يخلص، بعد كده هنبدا ان احنا نستخدم التوزيع عادي جدا. فكل مره حضرتك طبعا بتستخدمها بتبدا ان انت تفتح الفيرتشوال بوكس، بتبدا ان انت تعمل ستارت بس، وبتستنى لحد ما تحمل طبعا بتجيلك الصفحه دي. تمام، واخيرا اشتغل الكالي بيربل. طيب يلا بينا نسجل دخول. اليوزر نيم كان V7X، الباسورد كان تقريبا 1234. اوكي انتر، يلا بينا. الديزاين او الواجهة بصراحة قمة الروعة، التصميم بتاعه جميل جدا جدا. طيب خلينا نشوف الشريط اللي فوق، وخلينا نشوف النوافذ اللي المفروض بتبدل ما بينها، مثلا التيرمينال بتاعنا. الديزاين بتاعه جميل جدا بصراحة. طيب خلينا نشوف الابليكيشنز بتاعته. لو هنا ندخل على الابليكيشن حتى هتلاقي النافذة كل حاجة متغيرة حرفيا، خفيف جدا لذيذ. فين التولز الجديدة؟ في اقسام جديدة لو خدت بالك، في حاجات جديدة هنا اتحطت جديدة هنا اللي احنا شفناها في بداية الفيديو على الويب سايت بتاعهم. طيب تعال نشوف كده الادوات دي، يعني دي كلها ادوات ما شاء الله، ده احنا عندنا كورس كالي لينكس هيجي قريب ان شاء الله. طيب ديتكت برضو، دي كلها ادوات خاصة بالديتكت. هنا مثلا الريسبوند، في شوية تولز هنا قوية، خلينا نبص بص عليها كده زي ما احنا شايفين. وتول جديدة تقريبا اسمها يارا، ده ايه يارا دي؟ طيب خلينا نشوف باقي التولز. زي ما انتم شايفين هنا في الريسبوند في تولز جديدة، في بعض التولز موجودة هنا عندنا برضو في الريكفر، بعض التولز عندنا في الانفورميشن جاترينج، عندنا الفولنربيلتي والابلكيشن اناليسيس، في تولز كمان خاصه بالريفرس انجينيرنج او الهندسه العكسيه، في الاكسبلويتيشن تولز ادوات خاصه بالاستغلالات، هنا ادوات خاصه بالسنيفنج والسبوفنج. طيب في حاجات خاصه بالبوست اكسبلويتيشن وادوات تانية كتيره جدا واقسام ودنيا كبيره جدا حضرتك. طيب احنا ان شاء الله في الفتره الجايه دي هننزل سلسله فيديوهات خاصه بالكالي بيربل. طبعا انا هاخد في جوله وهشوف الدنيا فيها ايه كده. هو في الاول وفي الاساس لينكس، بس الديزاين بصراحه جميل جدا يعني، حتى لو حضرتك واخد بالك كده شغل الشريط اللي فوق ده شبه البيروت او التوزيعه بتاعت البيروت، جايب لك السي بي يو تقريبا مباشر. وبكده نكون عملنا ريفيو سريع على الكالي بيربل، وتعلمنا ازاي نثبته بالتفصيل. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنتكلم عن بعض التولز اللي نزلت الجديد دي، اكيد مش هسيبها كده، انا اكيد لازم اشوف الدنيا فيها ايه وابدا ان انا اشرحها لكم. فده باختصار الفيديو، لو عندك اي مشكله سيبها في كومنت تحت الفيديو، محتاج اي رابط ولا اي حاجه انضم لقناتنا على تليجرام، هتلاقي بوست مفصل هناك على التليجرام بخصوص الموضوع ده والرابط بتاعت الموقع الرسمي والتفاصيل دي كلها، كل ده ان شاء الله هنزله لكم على التليجرام مع اللينك بتاع الفيديو ده. فده باختصار الفيديو، بتمنى يكون الشرح واضح، بتمنى تكونوا استفدتم، واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام عليكم.